الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأ يتكلم المصنف عن صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة ليست بدلاً عن الظهر، وليست ظهراً، وإنما الظهر بدل عنها. شوف الفرق، هي ليست ظهراً بل هي صلاة غير الظهر، ولذلك فإن أحكام صلاة الظهر حتى سنن الظهر لا تنطبق على الجمعة، هي ليست ظهراً. وليست بدلاً عن الظهر بل هي صلاة مستقلة، لكن الظهر بدل عنها، فمن فاتته صلاة الجمعة أو يعني لم يدركها فإنه يصلي الظهر حين ذاك. ولذلك حينما قلنا إن الجمعة ليست ظهراً انبنى عليها أكثر من 25 مسألة جمعها بعض المعاصرين في كتاب مستقل، وهي قضية الأحكام المترتبة على أن الجمعة ليست ظهراً، وهي أحكام كثيرة جداً سنشير بعد قليل لبعض أحكامها. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطناً ببناء. نعم، كل من لزمته الجماعة بأن وجد شرطها، وما هو شرطها؟ بأن يكون حراً وأن يكون ذكراً، وانتفى مانعها. موانع سقوط الجماعة سبقت، منها الخوف، ومنها ما سبق معنا في قضية المرض أيضا، كل هذه تجيز إسقاط الجماعة. إذن كل من لزمته الجماعة بوجود الشرط أو لعدم انتفاء المانع فإنه تلزمه الجمعة. قال: إذا كان مستوطنا ببناء. الجمعة ليست واجبة إلا على المستوطن، وليس كل مستوطن، بل لا بد أن يكون مستوطنا ببناء. فلو أن رجلا كان مستوطنا مقيما إقامة دائمة في بلد، وإقامته في بيوت شعار أو وبر وليست في بناء، فنقول إنه لا تجب على أهل هذه البيوتات أن يصلوا، لأنه لا بد أن يكونوا مستوطنين ببناء، أي في القرى والأمصار، وما عدا ذلك فلا تصلى فيهم الجمعة، فلا تصلى في البوادي، ولا تصلى في الاستراحة في محطات الطرق، بل لا بد أن تصلى في القرى وفي الأمصار. ومن شرطها فعلها في وقتها. نعم، بدأ يتكلم عن شروط الجمعة وذكر بعض شروطها، فقال: أول شروطها أن تفعل في وقتها. وقت الجمعة يختلف عن وقت صلاة الظهر، لأن وقت الجمعة يبدأ من حين ارتفاع الشمس قيد رمح، وينتهي بانتهاء وقت الظهر حينما يكون ظل كل شيء مثله. الدليل على ذلك أنه قد ثبت في البخاري 3 أحاديث أو 4 أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الزوال، وثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان وروي عن علي أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال. إذن ثبتت 4 أحاديث، والخلفاء 4 كلهم صلوها قبل الزوال، أي قبل وقت صلاة الظهر. ثم نظرنا فلم نجد أمرا حد به الشارع المواقيت أقرب من ارتفاع الشمس قيد رمح، لأننا نعلم مما عهد من الشارع أنه يجمع الأشباه والنظائر فيجمعها معا، وحينئذ فإننا ننظر للمعتاد في الشارع، فوجدنا أن المعتاد في الشارع أقرب المواقيت وهو ارتفاع الشمس قيد رمح، فيجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، والأحاديث فيه صريحة، بل حكي إجماع الصحابة عليه. طيب، هذا وقتها من حيث الابتداء والانتهاء. الشرط الثاني: وأن تكون بقرية. قال: والشرط الثاني أن تكون في قرية، بمعنى أن لا تكون في مكان ليس بقرية، كفلات مثلا للبوادي فلا تصلى في البوادي، ولا تصلى أيضا في ممرات الطرق كالمحطات التي في الطريق، لا يجوز أن تصلى فيها الجمعة. وأن يتقدمها خطبتان. نعم، لأن الخطبتين قائمتان مقام الركعتين، فلا تصح صلاة الجمعة بدون الخطبتين. وهاتان الخطبتان يشترط فيهما 4 شروط، أو لنقول لها 4 أركان، ليست شروط وإنما هي أركان لأنها جزء من ماهيتها، لها 4 أركان، لا بد من وجود هذه 4 في كل واحدة من الخطبتين.
أول شيء حمد الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الشهادة بأن يقول أشهد أن محمد رسول الله، لأن الله عز وجل قال ورفعنا لك ذكرك، فحيث وجب ذكر الله وجب ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يقرأ فيها آية. الرابع أن يكون فيها عظة، وأقل العظة أن يقول اتقوا الله أو خافوا الله، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا بد أن يكون، وأعظم ذكر الله آية، ولا بد فيها من العظة، لأن الخطبة إنما جعلت لذلك. لا بد في كل واحدة من الخطبتين هذه الأربع، إذا وجدت هذه الأربع لك بعد ذلك أن تزيد ما شئت من المندوبات أو الجائزات. الجائزات مثل أن تعظ بغير العربية يجوز إذا كان أصلحا للحضور. نعم. وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. نعم، هذا في ذكر صفة خطبته صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه عليه الصلاة والسلام حتى كأنه منذر جيش، لأن منذر الجيش يعني يرتفع صوته بالهيئة السابقة فيقول صبحكم ومساكم، أي منذر الجيش يقوله وليس النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كانت خطبته قصدا، ومعنى كونها قصدا أمران، قصد في لفظها فيذهب للموضوع مباشرة وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقصد في لحظه فلم يكن يلتفت يمينا ولا شمالا. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في خطبته أنه كان لا يتحرك، لا يحرك يديه، وإنما كان يقبض على عصا. أخذ منه العلماء أن المستحب لمن كان يخطب أن يقبض العصا بيساره، وأن يمسك الصحيفة أو المنبر بيمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الخطبة، ففي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة المرء وقصر خطبته مئنة فقهه. نعم. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. نعم، تقدم كل هذا. نعم. ويستحب أن يخطب على منبر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منبر يخطب عليه عليه الصلاة والسلام، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. نعم، يقول إن الإمام إذا دخل يستحب له السلام مرتين، المرة الأولى إذا دخل على الناس قبل الخطبة، والسلام الثاني إذا رقى على المنبر، فيسلم الإمام أو الخطيب مرتين ثم يجلس ويؤذن المؤذن. نعم، يستحب له الجلوس ويؤذن المؤذن بعد سلامه، وهذا يسمى الأذان الثاني الذي عند المنبر يسمونه، ثم يقوم فيخطب ثم يجلس. نعم، وهذه هي الخطبة الأولى، ولا بد فيها من أربعة أركان تقدم ذكرها، والجلوس سنة، والفصل بينها بسكوت كذلك سنة، وإنما الواجب أن تكون خطبتين. كيف تكون خطبتين؟ بأن يكون في كل واحدة من الخطبتين أركانها الأربع، وهذه الفصل بين الخطبتين كم مقداره؟ قدره جماعة مثل ابن مفلح بمقدار قراءة سورة قل هو الله أحد. نعم. ثم يخطب الخطبة الثانية وتكون أقصر من الأولى، ثم تقام الصلاة. نعم، بعد الخطبة تقام الصلاة، فيصلي بهم ركعتين. قوله فيصلي بهم أي الإمام، ولا يلزم أن يكون الخطيب هو الإمام، بل يجوز أن يكون الإمام في الصلاة غير الخطيب. يجهر فيهما بالقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في سورة في صلاة الجمعة. يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. نعم، كما ثبت ذلك من حديث النعمان ومن حديث غيره. أو بالجمعة والمنافقين، قال أو بالجمعة والمنافقين، نصبها على موضعها من الإعراب، ولعل الأفصح أن تكون على الحكاية فيقول أو بالجمعة والمنافقون. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل ودن وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها،
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وجاء من حديث أبي سعيد وله شواهد يعني تدل على معناه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل فبها ونعمت، من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ويتطيب. نعم، الطيب يوم الجمعة مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومس من طيب أهله. ويلبس أحسن ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له بردة يجعلها لجمعته وعيده. ويبكر إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم وبكر وابتكر، وهذا من باب المبالغة. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم، فلا بد من الإنصات، ولا يجوز الكلام إلا إذا لم يكن يسمع الإمام. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، متفق عليه. نعم، هذا يدلنا على أن يوم الجمعة وإن وافق وقت نهي فإن هذا وقت النهي، وهو عند قيام قائم الظهيرة لا يكون كذلك، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يصلي ركعتين. هذا واحد. ثانيا، أن التحية المسجد تصلى ولو كان الإمام يخطب. ثالثا، وهذه فائدة، أن العلماء يقولون السنة إذا فات محلها فلا تقضى. وتحية المسجد يفوت محلها متى؟ قالوا إذا جلس. لكن هنا من باب التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فصلي ركعتين، فهذا من باب التعليم، وإلا فإنها سنة فات محلها. فكل مسلم دخل المسجد ثم جلس فإنه لا يقضي تحية المسجد لفوات محلها، إن صلى فهي سنة مطلقة وليست تحية المسجد. نعم. باب صلاة العيدين. نعم، بدأ المصنف بصلاة العيدين بعد الجمعة لأنها شبيهة لها في كثير من الأحكام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق. نعم، العواتق هن اللائي لا يخرج من البيوت. والحيض. والحيض هي المرأة الحائض. يشهدن الخير ودعوة المسلمين. الخير هي صلاة الصلاة والبذل والصدقات، ودعوة المسلمين أخذ منها أنه يستحب في العيد وفي الجمعة أن يدعو الإمام، وهذا الذي ثبت عن الصحابة، فقد جاء أن الصحابة كانوا يدعون في خطبة الجمعة رضوان الله عليهم. ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. قوله ويعتزل الحيض المصلى، المصلى يحتمل معنيين، إما الموضع وإما البقعة. فإن كان الموضع فلا إشكال فيه، فإن المرأة الحائض تبتعد عن صف النساء فلا تصلي فيه ولا تصلي معهن لأنها لا تصلي، وحينئذ لا إشكال. المعنى الثاني أن يكون المراد البقعة، لأن المصلى له حكم المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في مصلى ولم يكن يصليه في مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك المصلى له حكم المسجد. لأنكم إن كنتم تتذكرون في غير هذا الدرس قلت لكم إن الموضع يأخذ حكم المسجد بشرطين، أن يكون موقوفاً لأجل الصلاة، وأن يكون محاطاً، ولا يلزم أن يصلى فيه كل صلاة. فالمصلى إذا كان محاطاً بسور ونحوه فإنه يأخذ حكم المسجد من حيث التحية المسجد، ومن حيث جواز الاعتكاف، ومن حيث عدم دخول الجنب والحائض. طيب، هذا المصلى لما أمرنا باعتزال المصلى أخذ منه أهل العلم أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد لأنها أمرت باعتزال المصلى. هذا هو دليل فقهائنا على أن الحائض لا تدخل المسجد ولو توضأت، ولكن نقول إن المراد المعنى الأول دون الثاني، فيعتزلن المصلى أي موضع الصلاة لا البقعة المحاطة، لأن مصلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محاطا، فإنه كان كالصحراء ما حيط إلا بعده، في عهد الصحابة جعلوه للصلاة فأحاطوا، فلا ينطبق عليه حكم المساجد. ولذا فإن قلت لكم إن الأظهر هو الرواية الثانية في مذهب أحمد أن الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد إذا توضأت إلحاقا لها بالجنوب. نعم. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في هذا الوقت، وأما قبل قيد الرمح هو وقت نهي. والسنة فعلها في الصحراء، أي في المصلى الذي يكون خارج البلد وليس المصلى الذي يكون في داخل البلد، لأن بعض المصليات المدن الكبار يجعلونها في داخل البلد، نقول هذا حكم وحكم المسجد تماما لا فرق، وإنما المقصود الصحراء، أي بأن يكون خارج البلد لإظهار هذه الشعيرة، فيخرج المسلمون من البلد ويذكرون الله عز وجل ويكبرونه. وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. نعم، هذا لحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، وكذلك تدل عليه أحاديث أخرى، يعني تأخير صلاة الفطر
الفائدة من تعجيل صلاة الأضحى أمران: لكي يذبح الناس الأضحية، ولكي يوافقوا ذبح أهل المشعر، فإن أهل المشعر تعرفون يخرجون مبكرين من مزدلفة ثم يذبحون نحرهم، فالمناسبة التشبه بهم. وأما الفطر فالسنة تأخير الصلاة لأجل توزيع زكاة الفطر. والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، يعني أن السنة في يوم العيد الفطر خاصة دون عيد الأضحى أن لا يخرج إلا بعد أن يفطر بأن يأكل تمرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون وترا كما فعل أظن من حديث أنس، وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما عند أهل السنن كانت له برد برد جاء أنها حمراء وجاء أنها خضراء، والأظهر أنها مخططة بينهما يجعلها ليوم جمعة يوم عيده والوفود، فدل على أنه يلبس أحسن الثياب، ولأن العيد كالجمعة فيتنظف لها ويتطيب ويذهب من طريق ويرجع من آخر. نعم، هذا يسمى المخالفة في الطريق، وقد جاء فيه أثر. نعم. فيصلي بهم ركعتين، أي فيبتدئ بهم الصلاة ركعتين قبل الخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بلا أذان ولا إقامة. نعم، قوله بلا أذان ولا إقامة أي لا يشرع لهم الأذان ولا الإقامة. وهل يشرع لها النداء بغيرها؟ الفقهاء يقولون يجوز. يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام. نعم، يكبر في الأولى سبعا، لما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كبر في صلاة العيد 13 تكبيرة، وذلك أنه كبر في الأولى سبع وفي الثانية خمس مع تكبيرة الانتقال فصارت 13 تكبيرة، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام هي الأولى وبعدها ست، فيكون المجموع سبعا. لماذا جمع هذه السبع؟ لأنها تفعل بهيئة واحدة عندما يكون المصلي إماما أو مأمونا واقفا. قال: وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الانتقال. هنا فصل تكبيرة الانتقال، لما؟ لأن محلها غير محل تكبيرات الزوائد. أين محلها؟ نسيتم العصر؟ بين الركنين. فيقول: فهذه التكبيرة بين الركنين، ليست عند الاستتمام قائما، فيقولها بين الركنين. وأما الزوائد الخمس فإذا استتم قائما. انظر دقة الفقهاء: خمس سوى تكبيرة القيام وهي تكبيرة الانتقال، وهناك قال سبعا لأن هيئتها في الشكل واحدة. نعم. يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، هذا جاء عن الصحابة كعمر وابنه. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. نعم، جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وليس له صيغة معينة، بل يحمد الله ويكبر فيقول الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فأي نوع من الذكر في التحميد والتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها جائزة. ثم يقرأ الفاتحة والسورة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من حديث النعمان أن هذه السورة التي قرأ بهم هي سبح والغاشية، وجاء غيرها. يجهر بالقراءة فيها. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. نعم، كما قال ابن عباس تماما، قال: لو صلى بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. نعم، الفرق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة أمران: الأمر الأول، وإن شئت قل ثلاثة لأن الثاني والثالث متشابهة. الأمر الأول من حيث الموضوع، فإن السنة في خطبة العيد أن يذكر الأحكام المناسبة. وما هي الأحكام المناسبة؟ أول حكم: إذا كانت الصلاة صلاة عيد الفطر فيذكر أحكام زكاة الفطر، فإن قلت فإن زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة، ما الفائدة؟ نقول: وقتها ما زال باقيا، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن وقت زكاة الفطر خمسة: وقت وجوب، ووقت استحباب، ووقت جواز، ووقت إباحة، ووقت ندب، ووقت قضاء. فيجوز للمسلم، ووقت كراهة ووقت قضاء، صارت ستة. فيجوز للمسلم أن يؤخر زكاة الفطر بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، لكن مع الكراهة، ويحرم عليه أن يؤخرها بعد غروب الشمس، فإن أخرها بقيت في ذمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهي صدقة من الصدقات، أي باقية في الذمة لا تسقط. ولا أحصي عدد الأشخاص في كل عيد يقول: نسيت أن أخرج زكاة الفطر. ولذا فإن من المناسب أن الخطيب يتكلم عن زكاة الفطر في الأضحى، يتكلم عن الأضحية وكيفية ذبحها، وفيهما معا يتكلم عن الصدقة، لأن مما يستحب في يوم العيد الصدقة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن
خطبتي العيد يستحب فيها التكبير. فقد ثبت عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أبوه وجده وعم أبيه صحابة أنه قال: من السنة افتتاح خطبة العيد بتسع تكبيرات نسقة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تسعا، فتفتتح خطبة العيد بالتكبير. وقول التابعي من السنة كذا أقل أحواله أنه فعل الصحابة، والرجل ابن صحابة أبوه وجده وعمه عبد الله بن مسعود، وهو أحد الفقهاء السبع، ليس من عامة التابعين بل من كبار كبار التابعين رضي الله عنه. فقوله من السنة في مكان عال فدل على استحباب التكبير، هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أنه يستحب في خطبة العيد في طياتها وأثنائها التكبير، فقد جاء عن محمد بن شهاب الزهري، ومن محمد بن شهاب؟ عليه مدار علم الحديث والفقه في زمانه رحمة الله عليه، وهذا له منة في عنق كل مسلم، فإن الذين عليهم مدار الحديث أربعة كما قال علي بن المديني في كتاب العلل، منهم محمد بن شهاب الزهري. قال: من السنة أو كان الصحابة يكبرون في طيات الخطبة ويكبر الناس بتكبيرهم، فيكبر الإمام ويكبر المأمون إذا سمعوا الإمام يكبر في طيات الخطبة. إذن هذه الفروقات بين الخطبتين. نعم. ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة. نعم، يستحب التكبير المطلق، التكبير المطلق يعني في كل وقت ليس دبر الصلوات. وذكر ابن مفلح أنه حيث شرع التكبير المطلق فلا يكبر دبر الصلوات، هذا كلام ابن مفلح ومشي عليه المتأخر، وإن كان بعض أهل العلم يقول يلزم من المطلق المقيد، ولكن المعتمد حيث شرع المطلق فلا مقيد، فلا يكبر دبر الصلوات. قال: التكبير المطلق ليلتي العيد، يعني يبدأ بغروب الشمس ليلتي العيد وينتهي متى؟ بانتهاء الخطبة، لأن الخطبة فيها تكبير للإمام وللحضور. ألم يقل محمد الشهاب أن الناس يكبرون بتكبير الإمام؟ طيب، قال: وفي كل عشر ذي الحجة، أي عشر ذي الحجة كلها فيها تكبير مطلق، لحديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم. والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم، المقيد مراد المصنف هنا لغير المحرم، فإنه يكبر عقب الصلوات المكتوبة فقط، من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وقبل ذلك إنما هو التكبير المطلق. وصفته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم، هذا هو الصحيح في صفة التكبير، أنه مثنى الله أكبر الله أكبر. جاء أنه ثلاث، يكبر ثلاثا، ولكن الأصح والمعتمد عند فقهائنا أنه مثنى. كتاب الجنائز. نعم، بدأ المصنف بعد ذلك بكتاب الجنائز، وهي جمع جنازة أو جنازة، والفرق بين الجنازة والجنازة قيل إنهما واحد، وقيل إن الجنازة بالكسر بالفتح هي المحمولة، وبالكسر هي الحاملة، أي الذي يحملها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. نعم، الأحكام المتعلقة بالجنائز أولها يتعلق بما قبل الوفاة، فإن من الأحكام المتعلقة بما قبل الوفاة تلقين الميت الشهادة، ومنها بل حلقه ومعاهدته، وتلقينه الشهادة بأن يذكر عنده الله عز وجل، ويكون تلقينه ثلاثا ولا يزاد عليه لكي لا ينفر فيقول كلمة تغضب الله عز وجل، بأن يقال له لا إله إلا الله، أو يقال له إن كان مستوي العقل مقبولا يقول له اذكر الله عز وجل ونحو ذلك. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي. نعم، مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصح ما ورد في فضل سورة ياسين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أهل السنن: اقرأوا على موتاكم ياسين. أخذ العلماء من ذلك أنه يستحب أن يقرأ على المحتضر، ليس بعد الوفاة وإنما عند حال الاحتضار، لأن القراءة قد تكون قبل الوفاة وقد تكون بعد الوفاة وقد تكون بعد الدفن. الأولى سنة، وهو أن تقرأ عليه القرآن، وخاصة ياسين أو الفاتحة، فإنها تسهل في خروج الروح. والحديث فيه يعني جود إسناده بعض أهل العلم وتكلم فيه بعضهم، وعلى العموم هو صالح للعمل، فيقرأ عند المحتضر لا بعد الوفاة، لأنها لا تنفعه لا استماعا فيؤجر عليها ولا تخفيفا لأنه قبضت روحه. فالقراءة بعد الوفاة غير مشروعة، إنما تشرع القراءة قبل الوفاة حال الاحتضار. نعم. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. نعم، ذكر المصنف هنا أن تجهيز الميت يشمل خمسة أمور، يشمل غسله
أي تغسيل الميت، وهذه لم يتكلم عنها المصنف اختصارا، وتكفينه أشار إليه والصلاة عليه وحمله ولم يتكلم عنه، وهو يستحب حمله أن يكون تربيعا وأن يدار وأن يكون أمامه المشاة وخلفه الراكبون. قال والخامس دفنه، ولم يذكر صفة دفنه وهي موجودة في غيرها من الكتب. كل هذه الأمور فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، ومنها تشيعه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم، هذا يدلنا على أن المرأة إذا مات له ميت فإن الأفضل أن يسرع في تجهيزه وأن يسرع في جميع أمور التجهيز حتى الدفن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض أهل العلم قالوا لا ينتظر به صلاة المفروضة، الصلاة المفروضة لا تنتظر به، بل يصلى عليه في أقرب وقت، طبعا إلا أن يكون هناك موانع الأصلح فيها التأخير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أخر دفنه يومان لمصلحة المسلمين العامة حتى يجتمعوا على خليفة واحد. وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نعم، هذا يدلنا على أن أول ما يجب في مال الميت مؤنة تجهيزه، ثم بعد ذلك يكون قضاء دينه، ويقدم دين الله عز وجل على ديون الآدميين. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. نعم، هذه العبارة معناها أن الكفن، بل يتكلم عن الكفن، والكفن له مجزئ وكمل. أما المجزئ في الكفن فإنه يكون ثوبا ساترا لجميع الجسد بأي هيئة كان، سواء كان على هيئة قميص أو على هيئة لفائف أو غير ذلك، ومن شرطه أن يكون ساترا لجميع البدن إلا أن يكون المرء محرما فلا يغطى رأسه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في الذي وقصته الدابة قال ولا تخمر رأسه. وأما وجهه فعلى المشهور يجوز تخمير وجه المحرم، لأن زيادة ولا وجهه هذه منكرة، وإن تفرد بها سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي فقد أنكرها أهل العلم، وإنما الثابت إنما هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخمير الرأس، وهذا هو المعتمد عند فقهائنا أنه إنما ينهى عن تخمير الرأس، وأما الوجه فإنه يغطى من المحرم. أما المرأة فإنه يكشف وجهها الأولى فلا يخمر، فإن كان فوقها شيء مثل هذا الذي يكون على شيء المثلث الذي جاءت به أسماء من الحبشة وهو الذي يفعل الآن فإنه يكون فوقه كالتابوت ونحوه. وأما صفة الكمال فالرجل يكون بثلاث لفائف والمرأة بخمس، منها لفافتان والباقي قميص وخمار. نعم. وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت فيقول. طيب، بدأ يتكلم المصنف عن صفة الصلاة على الميت. وصفة الصلاة على الميت أولها تكبيرة الدخول فيها وهي تكبيرة الإحرام، ثم بعدها تكبيرات. جاء النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربع تكبيرات، وجاء خمس، وجاء ست، وروي سبع، وأكثر من ذلك لم يثبت، كله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأشهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربع تكبيرات، فإذا كبر التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام يقرأ بعدها بالفاتحة، ويجوز أن يزيد على الفاتحة لما جاء في حديث ابن عباس، ولكنه ليس مندوبا إليه. فإذا كبر التكبيرة الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة الإبراهيمية هو أفضل صياغها. فإذا كبر التكبيرة الثالثة دعا، وسيأتي الدعاء، ثم الرابعة يكبر بعدها ويسكت ثم يسلم. عندنا هنا مسائل. العلماء يقولون يجوز تقديم بعض الأفعال على بعضها، ويجوز الإتيان بهذه الأفعال بعد تكبيرة واحدة، فلا يلزم أن تكون كلها بعد كل تكبيرة يؤتى بشيء، فيجوز أن تجعل الدعاء بعد الرابعة وهكذا. وبناء عليه المسألة المهمة التي تعرض لنا كثيرا في الحرم، من صلى مع الإمام وفاتته بعض التكبيرات ماذا يفعل؟ العلماء يقولون هو مخير بين قضائها أو سقوطها. فلو أن امرأة دخل مع الإمام ولم يدرك إلا التكبيرة الأخيرة وقرأ الفاتحة، فإنه إذا سلم الإمام يجوز له أن يسلم ولا يكمل الباقي، ويجوز له أن يأتي بالتكبيرات التي فاتته. جاء في ذلك حديث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا وفيه مقال، لكنه ثابت عن الصحابة أو عن بعضهم،
أظن ابن عمر إن لم أكن واهما. طيب إذا دخلت مع الإمام فقرأت الفاتحة أدعو بعد ذلك مباشرة أو صلي، لأن أهم ما يفعل في صلاة الجنازة هو الدعاء للميت. طيب قلنا إنه يجوز له أن يقضي التكبيرات، لكن لها شرط، وهذا الشرط هو ماذا؟ ألا ترفع. فإذا رفعت الجنازة فأنت تصلي لمن؟ لا شيء. وفي الحرم ترفع الجنازة في لحظات، إما شالوك مع الجنازة، يعني سريعة جدا جدا. ولذلك فكل من فاتته تكبيرات زوائد فإما أن يؤديها بسرعة بعد السلام، وإما أن يسلم مع الإمام، لأنه مباشرة يعني ثق أنه إن جاوزوا يعني 10 ثواني أو ربع دقيقة فأنا أعتبرهم قد تأخر. ولذلك فإنك من حين تدخل اقرأ الفاتحة وادعو وصلي عليه الصلاة والسلام بأخسر الطرق، قل اللهم صلي على محمد، تكون بذلك قد فعلت كامل سننها. نعم نذكر صيغ الدعاء بسرعة. ويدعو للميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء الثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما واعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم جرت عادة الفقهاء رحمة الله عليهم في المختصرات أنهم يعنون بذكر الأدعية، لأن المختصرات تحفظ، فإذا حفظ طالب العلم ذلك المختصر حفظ الأدعية التي فيه. هذه سمة ظاهرة في عدد من مختصرات فقهائنا، منها المصنف ومنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في اختصاره للإقناع المسمى بآداب المشي إلى الصلاة، فإنه في كل موضع ورد فيه الدعاء ذكر الدعاء. ولذلك آداب المشي إلى الصلاة ربما نقول أقول ربما ربعه كله أدعية، لأنه أراد المبتدئ أن يحفظ هذه الأدعية، فإن حفظ الأدعية مهم، والدعاء إذا حفظته كان أحرى بالإجابة، لأن هذا الدعاء نطق به من أوتي جوامع الكلم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أحرى بالإجابة من دعاء غيره. ثم يكبر ويسلم، أي تكبير الرابعة ويسلم، والتسليم يكون تسليمة واحدة، بل قد شنع بعض أهل العلم كعبد الله بن مبارك على من زاد على تسليمة واحدة، لأنه لم يثبت أكثر من تسليمة، وإنما من قال بأكثر من تسليمة استدل بمطلق. وأما فعل الصحابة فإنما سلموا، حتى قال ابن مبارك قال من سلم تسليمتين فهو جاهل، فكأنه يحكي عن الصحابة وعامة أهل العلم أنهم إنما يسلمون تسليمة واحدة. وإن كان من أهل العلم الكبار من قال بذلك من الأئمة المتبوعين كالإمام الشافعي، وإنما استدلاله بالعمومات وهو مطلق التسليم، لأن أل تشمل التسليمة الواحدة المعهودة أو التسليمتين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وقال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل جبلين العظيمين، متفق عليه. نعم هذا أجر عظيم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فضله وأن ينعم علينا بالإخلاص والمتابعة. آمين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. نعم هذا النهي محمول في التجصيص والبناء على الحرمة، وقد يحمل على الكراهة. المراد بالتجصيص هو وضع الجص عليه، وفي معناه كل شيء مسته النار، ولذلك فإنه منهي عن وضع كل شيء مسته النار كالجص والإسمنت ونحوه من باب التزويق والتجميل له. الأمر الثاني أن يقعد عليه، القعود على القبر قالوا هو منهي عليه، منهي عنه، والنهي نهي كراهة، لأن التعليل فيه ليس متعلقا بذريعة شرك ونحوه، وإنما التعليل فيه من باب الأدب، وكل ما كان تعليله الأدب فإنه يكون أهون. وأما البناء على القبر فإن البناء نوعان، بناء مكروه وبناء محرم. فأما البناء المكروه فهو بناء القبر، وأما المحرم فهو البناء عليه. بناء القبر مكروه إلا لحاجة، فإذا وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة، كما هي القاعدة الكلية
أن كل مكروه يرتفع مع الكراهة. بعض البلدان موجود عندنا هنا في المملكة كثير تكون أرضهم رملية شديدة يعني عدم الثبوت، لا تثبت، فلو أنه دفن في هذه الأرض الرملية أو الطينية لتهاوى القبر وسقط على الميت، فحينئذ يقومون ببنائه ببلوك أو بلبن أو بغيره من الأمور. فنقول يبنى القبر يجوز أن يبنى بداخله للحاجة، من غير حاجة لا يجوز، أما البناء عليه وهو رفعه فلا يجوز. وعلى ذلك فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبنى عليه محمول على التحريم إذا كان على القبر، لأنه ذريعة للشرك والتعظيم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور عيدا. وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم، هذا الدعاء للميت، فإنه يستحب الدعاء للميت بعد دفنه لأن هذا وقت السؤال، أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. ويستحب تعزية المصاب بالميت. نعم، وتعزية المصاب وردت فيها أحاديث، منها أن من عز مصابا كان له مثل أجره، وقد جمع ابن عساكر جزءا مطبوعا في الأحاديث الواردة في تعزية المصاب. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة. نعم، البكاء على الميت جائز، وقال إنها رحمة أي رحمة في القلب، وقال إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. المنهي عنه إنما هو النياحة والنعي، فأما النياحة المنهي عنها فإنها رفع الصوت بذكر المحاسن أو رفع الصوت بالبكاء أو التسخط على قضاء الله وقدره أو رفع الصوت بذكر مدائحه كان وكان وكان، كل هذا يعد من النياحة. نعم، مع أنه لعن النائحة والمستمعة، لأن المستمع قاصد للسماع فيكون آثما، بخلاف السامع فإنه لا يكون عليه إثم. وقال زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. هذا يدلنا على أن زيارة القبور مسنونة. وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، يقول وينبغي لمن زارها، ينبغي من باب الاستحباب والندب لمن زار القبور، ويكون زيارة القبور بأن يقف عليها أو أن يدخل في فنائها إن كانت محاطة. قلت هذا لما؟ لأن بعض الناس قد يكون بيته بجانب المقبرة، مثل مقبرة الحجون على الطريق، كل ما مر مع الشارع يسمى طريق المقابر يسلم. نقول لا، ليس كذلك، حتى تدخل فتكون قد دخلتها ولست بجانبها الآن، أنت مار مع الطريق، فلا نقول إن كل من جاء مع طريق العدل والامتداد متجها للحرم أنه يسلم على الموتى، ليس ذلك كذلك، بل لابد أن يكون قد دخل القبور إما المكان المحاط أو وقف على القبر إن كان لا إحاطة عليه. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك، والله نعم أعلم. هذه مسألة ذكر شيخ الإسلام أنها من مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإن عامة أهل السنة والجماعة يقولون إنه يجوز إهداء الثواب، وهذه مسائل حتى بناها شيخ الإسلام على مسائل اعتقاد، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وإهداء الثواب إما أن يكون في الأمور المالية والدعاء، وهذا بإجماع أنه يصل الميت، وإما أن يكون في العبادات البدنية بأن يقرأ القرآن ويهديه للميت أو يصلي ويهديه للميت، فنقول إنه يصل في قول أكثر أهل العلم وهو ظاهر السنة. وللشيخ تقي الدين جزء في تقرير أن اعتقاد أهل السنة يقتضي ذلك، وأما من قال من أهل العلم ذلك فهو اجتهاد له كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن تبعه. هذه الأشياء التي توصل للميت من شرطها ألا تكون واجبة عليه، لأن الديون الواجبة على الميت إذا كانت بدنية فليس أحد يقضيها عن أحد، وإنما تقضى الديون المالية. إذن العبادات إما أن تكون واجبة عليه أو من باب النافلة، إن كانت من باب النافلة فيجوز أن تهدي الميت أي عمل، قراءة قرآن، طواف، أي عمل طبعا صالح، بر، صدقة، دعاء. وأما إن كانت واجبة على الميت فلا يؤديها أحد عنه إلا أن تكون عبادة مالية. ما هي العبادات المالية؟ أولا الزكاة الواجبة عليه، الكفارة الواجبة عليه المالية، الحج والعمرة. قالوا إن الحج والعمرة عبادة مالية وبدنية غلب فيها العباد الجانب المالي،
فيجوز أن يحج المرء عن غيره كالموتى والأحياء كذلك. طبعا الأحياء طبعا لها تفصيل آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لمن حج عن أبيه وقد كان قد مات، عن أخيه عن شبرمة، فأجاز له ذلك بشرط أن يحج عن نفسه. النذر، نقول النذر يجوز فعله عن الميت، لأن النذر في معنى العبادة المالية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج النذر من مال البخيل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال أبو داود وقبله الإمام أحمد هذا في النذر خاصة. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الجنائز، وغدا بمشيئة الله عز وجل نبدأ بكتاب الزكاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.